السلام عليكم، معكم الشيف احمد. اليوم غادي نوريكم طريقه تحضير بيتزا كوكا بالعجينه المورقه. نبدا بالمقادير الحشو. عندنا زوج حبات طماطم مقطعين، زوج حبات بصل مقطعين، عندنا ملح، فلفل احمر، فلفل اسود. دروك نوريكم طريقه التحضير. انا درنا الزيت تاعنا يحمى، نديرو عليه البصلي قلة، دروك نديرو الملح، نخلطو بهذا الشكل. خلو شويه نحرك، نضيفو لها الطوماطيس تاعنا، نضيفو لها فلفل اسود، نخليهم يتقلبوا. بعد ما طابت لنا نروك نضيفوا لها فلفله حمراء، اللي بغى يدير طوماطيس مصبرة يدير. ودروك بعد ما وجدت غادي نخلوها تبرد، نبداو في لاباط تاعنا. باش ما نطولش عليكم الفيديو، هذه هي لاباط تاعي راهي واجده، هذه بارفيتي العجينه مورقه. غادي تلقاو طريقة التحضير تاعها تحت في الوصف، غادي نخليها لكم تحت. ديرو الفرينة ما تلصقناش، نحلوها بالوراق،
حلوها كاع على حسب البلا اللي عندك. دروك بعد ما كسلناها غادي نخدموها في البلا تاعنا. دروك غادي نديروها في البلا تاعنا. هذا الشكل هنا هاد الحواشي ديرهم البيض باش لاصوص ما تخرجش باش العجينة تلصق لنا. نروح ندير لاصوص تاعنا حلو هاكا. حلو هاكا على حساب البيض تاعنا اللي درناه بهذا الشكل. انا غادي ندير اللحم مفروم وانتم كل واحد وشارها باغي يدير. نديروها في الفرماج باش تلقى لنا بنه شابه. نبلعوها بهذا الشكل. ندركو البلاصه اللي درنا فيها البيض باش العجين يلصق لنا. نصفوها كاع بهذا الشكل. ونطلوها من فوق باش يجينا هذاك اللون الاحمر. تجينا حمرا من فوق.
دروك غادي نتراسوها غير بالقلبه تاع خدمي، نتراسوها بهذا الشكل من فوق غير تراسوها، طيبوها نص طياب عادك باش تقطعوها. دروك نديرو لها الزيت الزيتون تاعنا، بعد ما وجدناها نسخنوا الفرن تاعنا 180 درجة، طيبوها لمدة من 15 دقيقة حتى 20 دقيقة في النص تاع الطياب تاعها، تخرجها باش تقطعها بهذا الشكل. دروك نعاود نردو هذا باش تزيد الطياب تاعها، راني عاودت وليتكم بعد ما طابت. نقطعوها كما راكم تشوفوا، هذا هو ديابها. نخلوها تبرد نوريها لكم في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي، ان شاء الله بربي تجربوها وتنجح لكم.